الناس، ليها اسم تاني intrinsic coordinates. ايه يا دكتور الكلمه الغريبه دي؟ يعني ايه كلمه intrinsic بالعربي يا اولاد؟ ترجمتها احساسيات ذاتيه. And طب ليه ذاتيه يا دكتور او ليه intrinsic coordinates؟ لان البارامترز يا اولاد، البارامترز اللي انا هستخدمها او الفاريبلز اللي انا هستخدمها في الطريقه دي بتبقى من الكيرف نفسه. خلاص طيب في الطريقه دي يا اولاد انا بوصف حركه على كيرف يا دكتور. طب ايه هي الفاريبلز اللي انا هستخدمها وايه هي اليونت فيكتورز بتاع طريقه النهارده؟ هقول لكم الفاريبلز بتاع طريقه النهارده اهي. الفاريبلز بتاع طريقه النهارده اتنين يا اولاد، اس اند ابساي. طب يعني ايه اس يا دكتور ويعني ايه ابساي؟ هقول لك بالتفصيل. طب ايه اليونت فيكتورز؟ اليونت فيكتورز في طريقه النهارده هيبقوا تو يونت فيكتورز جداد يا اولاد، تي كاب اند ان كاب. تي كاب اند ان كاب. تعالوا نبدا يا اولاد عشان اقول لك ده ايه، ده معناه ايه وده معناه ايه. تعالوا نتخيل مثلا ان انا عندي جسم بيتحرك على كيرف كده ايا كان شكله. خلاص طيب او بلاش كده، خلينا برضو اقربها لك شويه. اهو كيرف كده اهو بادئ يا سيدي من الاورج. فانت جيت عند لحظه معينه كان البارتكل هنا كان عند بوينت بي. فيعني ايه الاس يا دكتور؟ يعني ايه الاس؟ بيقول لي الاس يا اولاد هي الديستنس ترافلد اون ذا كيرف. الاس هي الديستنس ترافلد اون ذا كيرف. طيب بس طبعا متقاسه من اي نقطه ثابته ولتكن مثلا الاوريجن او اي نقطه ثانيه مش شرط. المهم ان الاس هي مسافه على الكيرف نفسه. طب يعني ايه يا دكتور الابساي؟ الابساي دي يا اولاد هي الانجل اللي بيعملها التانجنت ات اني انستنت وذ ذا دايركشن اوف ذا بوزيتيف اكس اكسس. طب لا قول يا دكتور. طبعا اولاد انا ما بكتبش ليه؟ لان الكلام ده موجود في المحاضره، انا بس عشان الوقت. الاس هي ديستانس ترافلد اون ذا كيرف، والابساي الدكتور بيقول انها الانجل اللي هيعملها التانجنت مع البوزيتيف اكس اكسس. وطبعا كلكم شطار وعارفين ان الانجل اوف ذا تانجنت اللي هي ابساي بيبقى تان ابساي دايما يا اولاد ايكوالز واي داش، لان الواي داش هي السلوب اوف ذا تانجنت. يبقى تان ابساي اللي الدكتور يقصدها دايما بتبقى ايكوالز دي واي باي دي اكس او واي داش. طب يا دكتور ايه بقى اليونت فيكتورز التي كاب والان كاب؟ التي كاب يا اولاد هو التانجنت يونت فيكتور. التانجنت يونت فيكتور والان كاب هو اليونت فيكتور النورمال عليه او البربنديكولار عليه. يعني يا دكتور لو الحركه بشكل عام كده، بصوا كده يا اولاد، او عندي جسم بيتحرك طالع نازل كده اي حاجه في اي لحظه هنا مثلا، فين التي كاب والان كاب؟ اهو التي كاب يا دكتور في اتجاه التانجنت والان كاب بيربنديكولار عليه. طب الجسم جه هنا اهو، يبقى ده التي كاب وده الان كاب وهكذا. طيب ايه اللي يفرق؟ طبعا لو حد فيكم جاوب على السؤال ده رغم ان هو سؤال بدري شويه، لو حد فيكم قدر يجاوب على السؤال اللي هقوله ده يبقى برافو عليه. ايه الفرق يا اولاد ما بين الاي كاب والجي كاب اللي هم اليونت فيكتور بتوع الطريقه الاولى والتي كاب والان كاب بتوع النهارده يا اولاد؟ في فرق جوهري ما بينهم. حد الله يفتح عليك يا حبيبي. variable، هايل هايل variable. فده معناه ايه يا اولاد؟ دول variable. والله يعني كلام محترم جدا. هيفرق فيه يا دكتور؟ هقول لك يا سيدي يفرق ان لو الحركه، اسف، لو انت كتبت اي معادله يا اولاد فيها تي كاب او ان كاب وجيت تعمل لها دريفاتيف زي ما احنا متعودين، للاسف مش هتقدر تعتبر الدريفاتيف بتاعتهم بزيرو زي ما اعتبرنا قبل كده الدريفاتيفز بتاعت الاي كاب والجي كاب زيرو. بس هي دي الحته بس اللي انا ايه عايز تاخد بالك منها، ان التي كاب والان كاب دول نهايه الحركه هم بيصنفوا ان هم فاريبل يونت فيكتورز، يعني متجهات واحده يا اولاد متغيره الاتجاه. طيب خلاص اوكي. تعالوا بس قبل ما ابتدي اوصف الحركه اقول لكم important definition، تعريف مهم يا دكتور. عايز اعرف لكم حاجه اسمها يا اولاد the radius of curvature.
radius of curvature. بالعربي يا اولاد يقولوا عليه نصف قطر الانحناء اللي هو اسمه رو. رو ايه يا دكتور الراديوس اوف كيرفيتشر ده او رو يعني ايه؟ بصوا يا حضرات لازم تعرفوا ان اي جسم بيتحرك على كيرف يا اولاد لازم في كل لحظه اثناء الحركه بيبقى ليه مركز دوران بيقابله. يعني مثلا انت جيت هنا اهو البارتيكل بتاعك بيتحرك كده، فجيت هنا طالما بيتحرك على كيرف يا اولاد مش في ستريت لاين، مش في ستريت لاين، يبقى اكيد في كل لحظه اكيد ليه مركز دوران. طب مركز الدوران ده يا دكتور حسين بيبقى ثابت؟ لا، بيتغير اثناء الحركه. فالمسافه يا اولاد، المسافه اللي ما بين البارتيكل في اي لحظه والكورسبوندنج سنتر اوف روتيشن هي دي الرو. طب يا دكتور بقول لك ايه، ده الجسم اتغير وجه هنا، مفيش مشكله، اوكي. فلو فرضنا ان مركز الدوران بتاعه في الحاله دي بقى هنا، خلاص يبقى المسافه اللي ما بين البارتيكل والسنتر اوف روتيشن في الوضع الجديد هي دي الرو. طب ده كده يا دكتور قيمه الرو متغيره؟ اكيد اكيد، لو الكيرف بتاعك راندوم راندوم يبقى الرو قيمتها مختلفة. يبقى معلش حضرتك قول تاني دكتور الديفينيشن مكتوب بالتفصيل في المحاضرة طبعا، بس ما يمنعش برضو ان انا اقوله تاني. The radius of curvature رو يا ولاد is defined as the distance between the particle at any instant and the corresponding center of rotation. طيب دكتور ماثيماتيكالي بقى رياضيا الرو دايما بتساوي ايه يا ولاد؟ يقول لك الرو دايما يا ولاد بتبقى equals the rate of change of the distance traveled is with respect to the angle epsi. The s by the epsi يعني بنشوف كده عشان حتى بص يا ولاد اهو يعني يقول لك الديستانس اس بتتغير قد ايه مع تغير الانجل epsi. يبقى دي اس باي دي epsi. طيب بناء على القانون ده ان الرو او الراديوس اوف كيرفيتشر هو دي اس باي دي epsi، يا ترى يا دكتور ايه هي الميثودز يوزد تو جيت رو؟ اقول لك يا سيدي الحاله الشهيره جدا يا اولاد واللي دايما بتقابلنا في الرو، هو طبعا ناس كتيره ممكن تقف عند الحته دي، هو احنا هنحتاج الرو دي كتير يا دكتور في الطريقه بتاعه النهارده؟ بصراحه. طيب اول طريقه يا اولاد في حاله السيركولر موشن، لو عندي بارتكل يا اولاد بيتحرك على كيرف دايره، ايه اللي هيحصل بقى يا دكتور؟ ادي البارتكل وادي السنتر، طب بعد شويه ادي البارتكل ونفس السنتر. الله، يبقى في الحاله دي الرو يا اولاد الرو بتبقى ايكوالز كونستانت ما بتتغيرش، وبتبقى ايكوالز الراديوس اوف ذا سيركل على طول. يبقى في اي مساله يا اولاد فيها جسم بيتحرك على سيركولار كيرف على طول وانت مغمض عينيك وانت سايب ايديك على طول الرو الراديوس اوف كيرفيتشر اللي بيقول عليه الدكتور هو الايه؟ الراديوس اوف ذا سيركل على طول. طيب الحاله الثانيه if we have y function of x. لا يا دكتور مش فاهمين، لو انت عندك جسم بيتحرك يا اولاد على كيرف اهو مثلا ومدي لك الواي ان تيرمز اوف اكس، في الحاله دي لو حبيت تحسب الرو في اي لحظه يا اولاد في اي لحظه عند اي قيمه الاكس، في الحاله دي الرو بتبقى ايكوالز فورمولا كده عايزك تحفظها من غير اثبات، بتبقى رو 1 بلس واي داش سكوير الكل تو ذا باور 3 اوفر 2 ديفايد باي يا اولاد المودولس اوف واي دبل داش. مودولس مودولس لان الرو دي ديستنس مسافه فلازم تطلع بوزيتيف. خلاص يا ولاد، فالترم اللي فوق خلقت ربنا بوزيتيف مالكش دعوه بيه، لكن الواي دبل داش اللي تحت وارد تطلع بوزيتيف وارد تطلع نيجاتيف، فانت عشان تضمن ان الرو تطلع بوزيتيف هتاخد المودولس بتاع الواي دبل داش. دكتور القانون ده نحفظه احسب بيه الرو احفظه من غير اثبات يعني؟ عادي مفيش مشكله. خلاص يا ولاد. طب اخر حاله بقى لو حد فيكم قدر يجاوبها يقول لي عليها يبقى هايل. الرو ايكوالز كام يا اولاد؟ ايكوالز كام ان ستريت لاين موشن؟ وده على فكره سؤال ممكن اجيبه لك. ها زيرو انفينيتي. هايلين يا اولاد، اللي قال انفينيتي صح، الرو بتبقى ايكوالز انفينيتي، اللي قال زيرو غلط.
ليه يا دكتور ليه؟ بص حبيبي، لما الكيرف كان كده ففي قيمه للرو. ليه؟ لان السنتر اوف روتيشن افيلبل، متاح. لما انت فردت الكيرف كده، فين السنتر اوف روتيشن؟ راح في داهيه. السنتر يعني يا دكتور راح في داهيه، راح الى ما لا نهايه يا اولاد. خلاص اهو، طبعا انا برسمه، طبعا انا بهرج، هو المفروض ما يترسمش اصلا. دكتور الكيرف اتفرد بقى ستريت لاين، فراح في الانفينيتي، يبقى الرو هنا هتبقى بانفينيتي. واحد يقول لي والله يا دكتور حسين مش مقتنع قوي ان الرو انفينيتي. يا عم خلاص، هاتها بالماثيماتكس، هاتها بالماثيماتكس. مش انت بتقول ان الرو ايكوالز دي اس باي دي ابساي؟ اه صح يا دكتور. طب ما في حاله الستريت لاين الابساي مش هتتغير، يبقى الدي ابساي دي هتبقى ايكوال زيرو. وكلكم شطار وعارفين ان اي حاجه ديفايدد باي زيرو انفينيتي. ما هي الانجل اهي يا اولاد، اهي ابساي اهي. طب وهنا هي نفس الابساي، فهل في تشينج ان ذا انجل ابساي في حاله الستريت لاين؟ الاجابه لا. طيب يبقى الرو اللي واضح ان الدكتور بيقول عليها مهمه مهمه، واحنا كطلبه قاعدين مش عارفين ليه، ان احنا مش عارفين ايه اهميه الرو في الكلام اللي بيقوله الدكتور، لكن مش مشكله هنعتبرها مهمه، يعني هنصدق في كلام الدكتور ونقول انها مهمه. ايه هي يا اولاد الميثودز يوزد تو جيت رو؟ نمره واحد، لو الحركه في كيرف الدايره الرو ايكوالز الراديوس بتاع الدايره. طيب الحاله الثانيه، لو مديني علاقه ما بين واي واكس، يبقى بستخدم الفورمولا اللي من غير اثبات يا اولاد، 1 بلس واي داش سكويرد الكل تو ذا باور 3 على 2 على المودولس اوف واي دبل داش. طب لو عندي في مساله فيها ستريت لاين، يبقى الرو انفينيتي مش زيرو، مش زيرو والله، بانفينيتي. طيب تمام، يلا بقى يا دكتور خش في الموضوع. يلا نخش في الموضوع، نبدا نوصف الحركه. ايه هي عناصر وصف الحركه يا حضرات؟ الاربعه. هو ما فيش غيرهم يا دكتور، والله ما فيش غيرهم. ايه الاربع عناصر؟ الباث، المسار، البوزيشن، الفيلوسيتي، الاكسلريشن. معلش يا دكتور احنا صايمين، يعني فكرنا تاني. ايه هي عناصر وصف الحركه؟ الاربعه يا اولاد الاساسيين، الباث او المسار، البوزيشن، الفيلوسيتي، الاكسلريشن. انا محضر لكم مفاجاه في الطريقه دي. ايه هي؟ يقول لك ان اول اثنين، اول تو بارامترز يا اولاد النهارده اللي هم الباث، الباث اند البوزيشن، ديفايند باي ذا ديستانس اس. ازاي يا دكتور؟ يعني بيقول لك انا بقدر احدد شكل الكيرف، شكل الكيرف، وبقدر احدد كمان هو مكانه فين بمعرفه المسافه اس. لا يا دكتور مش فاهمين قوي. يعني بص يا اولاد، من الاخر عايز اوصل لك ان اول تو بارامترز هنا الباث والبوزيشن احنا مش هنركز عليهم قوي هنا. خلاص اوكي، مجرد معرفه الديستانس ترافل انت عرفت اول اثنين، امال تركيزي هيبقى على ايه؟ الثالث والرابع اللي هم مين بقى؟ الفيلوسيتي، اهو هعتبر اهو يا اولاد البارامتر نمبر 3 الفيلوسيتي، انا هركز عليه في طريقه النهارده في، والاكسلريشن يا حضرات. طب اتفضل يا دكتور، بس ركزوا، الله يبارك لكم يا اولاد، صحصحوا. انا النهارده بدور على الفيلوسيتي فين؟ في اتجاه التانجنت والنورمال. اه يا دكتور صح اهو. فلو ده التي كاب وده كده الان كاب، يا ترى الفيلوسيتي هتبقى ليها مركبه في التي وفي الان ولا في التي بس؟ اللي حاضر معايا المحاضرات بانتظام ومركز في اللي دايما بقوله هيقول لي الفيلوسيتي يا دكتور حسين بتبقى كلها دايركت في اتجاه التانجنت، وملهاش اي مركبه في اتجاه النورمال. يعني المفروض يا اولاد تبقى زيرو زيرو في اتجاه الان كاب. لا يا دكتور الكلام ده انت جبته منين؟ فاكرين يا اولاد الستيتمنت المهمه اللي قلتها تقريبا في اول محاضره، قلتها في ثاني محاضره، والله اعلم مش فاكر قلتها برضو محاضره البروجكتايلز ولا لا، بس انا اعتقد بكررها كتير، اللي هي ايه؟ ان الفيلوسيتي يا اولاد دائما وابدا بتبقى في اتجاه التانجنت. طب الله، ده انت جيت لي ملعبي بقى. يبقى في طريقه النهارده طالما انت بتدور على الفيكتورز في اتجاه التي كاب والان كاب، يبقى الفيلوسيتي يا اولاد الفيلوسيتي هتبقى توتالي دايركتد في اتجاه التي كاب، and it has no component في اتجاه الان كاب. يعني في طريقه النهارده يا دكتور السرعه مش هيبقى ليها مركبتين؟ لا،
ليها مركبة واحدة بس في اتجاه التيكا. طب يا أولاد الفي بقى دي اللي على الشمال دي بيسموها الفيلوستي فيكتور. طب والفي دي يا دكتور دي is called the speed، وبتجاب من أنهي معادلة؟ إنها بتساوي دي اس باي دي تي. الدي اس اللي هي الديستانس اون ذا كيرف يا دكتور. ومنها اقدر استنتج ان الاس نفسها هتبقى انتجريشن في دي تي. بس الله يبارك لكم يا اولاد، الله يبارك لكم. الفي اللي اقصدها دي السبيد مش الفيكتور، السبيد اللي هي الماجنيتيود. ماشي خلاص اوكي. يبقى في الطريقه اللي فاتت زمان زمان الدكتور قال ان السرعه بيبقى ليها مركبتين في اكس وفي واي، ولو في السبيس تخيلوا يا اولاد، ولو في السبيس كان بيبقى ليها ثلاث مركبات في اكس وفي واي وفي زد، اللي احنا في احيان كتيره كنا بنسميهم يا اولاد اكس دوت واي دوت وزد دوت مثلا. لكن في طريقه النهارده، في طريقه النهارده لا لا لا، السرعه ليها مركبه واحده بس في اتجاه المماس، في اتجاه التانجنت. طيب لو اتكلمت على الاكسلريشن يا اولاد، الاكسلريشن بطريقه النهارده يا دكتور. طيب الاكسلريشن ايه يا دكتور؟ هي المفروض بتساوي الديريفاتيف اوف ذا فيلوسيتي فيكتور وذ ريسبكت تو ذا تايم، مش كده؟ طيب يبقى الاكسلريشن اكيد يا دكتور هتساوي دي باي دي تي للفيلوسيتي اللي هي في اتجاه تي كاب. طيب دي بيسموها يا اولاد حاصل ضرب دالتين او حاجتين في بعض، لما اجي اعمل لهم ديريفاتيف خلاص حضرتك بتقول الديريفاتيف بتاع الاولاني في الثاني زائد الديريفاتيف بتاع الثاني في الاولاني. فهكتب ايه يا اولاد؟ اهو الكلام ده يساوي على مهلي هيبقى في دوت، في دوت ما انت بتعمل ديريفاتيف بالنسبه للتايم في التي كاب بلس الفي في حاجه اسمها تي كاب دوت. تي كاب دوت يا دكتور؟ ايه تي كاب دوت؟ ايه الرخامه دي؟ التي كاب دوت ده يا اولاد، التي كاب دوت ده اللي هو المفروض الديريفاتيف بتاع اليونت فيكتور، للاسف للاسف مش بزيرو. طيب اللي فاهم يا اولاد الكونسبت بتاع محاضره النهارده هيجاوب على السؤال اللي انا هساله ده. انا هسالكم سؤال عجيب جدا يا اولاد، سؤال عجيب جدا. ايه هو؟ مين فيكم شاطر يقول لي يا اولاد؟ انا دلوقتي في الاكسلريشن طلعت ترمين، ادي الفيرست تيرم وادي السكند تيرم. ايه سؤالك بقى يا دكتور؟ مين في الاثنين يا اولاد، مين في التو تيرمز دول يعتبر اكسبتد بالنسبه لي اقبله على حسب طريقه النهارده، ومين فيهم نوت اكسبتد يعني مش مقبول؟ الفي دي تاب تي كاب دوت ده اكسبتد، ده اكسبتد والتاني ده نوت اكسبتد. ان هي الفيلوسيتي دايما اللي جوه الكيرف مش تانجنت للكيرف. لا انا دلوقتي بتكلم على الاكسلريشن يا معلم. الاكسلريشن جوه الكيرف مش تانجنت. لا الاكسلريشن ممكن يبقى ليها مركبه تانجنت. لا 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 مين يا اولاد؟ السؤال اعيد السؤال تاني. مين من التو تيرمز دول، ده وده، مين فيهم اكسبتد ومين فيهم نوت اكسبتد على حسب الكونسبت بتاع طريقه النهارده؟ انا عارف هو السؤال رخم او في دوت مش اكسبتد. لا يا اولاد اجاوب انا عشان الوقت، معلش انتوا عارفين المحاضره في رمضان. بصوا يا اولاد الفيرست تيرم ده يا دكتور حسين زي الفل واكسبتد و100 100 كمان. طب والتاني ده يا اولاد؟ لا نوت اكسبتد. الله ليه يا دكتور؟ ليه يا حبيب قلبي انت وهو؟ انا النهارده بقول لك ان انا شغال في اتجاه اليونت فيكتورز تي كاب وان كاب، تي كاب وان كاب. فاي حاجه هتطلع يا اولاد معاها التي كاب او الان كاب يا سلام ده على قلبي زي العسل 100 100. لكن في عندي ترم تاني في اتجاه حاجه اسمها تي كاب بط، بيني وبينك ولا اعرفه ولا حتى ولا قلت ولا عرفته في الطريقه. لكن التي كاب ده يا اولاد زي الفل. فالفيرست تيرم عباره عن مركبه في اتجاه التي كاب 100 100، يبقى دي اكسلريشن كومبوننت في اتجاه التانجنت. لكن السكند تيرم يا اولاد لا يا دكتور، ده بل بالعكس بقى. بص يا اولاد البواخه، بص البواخه، انتوا تقولوا لي كده، قولوا لي كده يا دكتور حسين انت مطالب ان انت تاخد التي كاب دوت ده اللي احنا ما نعرفوش ده حضرتك لازم تروح تجيبه لنا. وبص بقى البواخه، لازم يطلع ان تيرمز اوف التي كاب او الان كاب، ايهما؟ اتصرف كده يا دكتور. ليه لان احنا شغالين النهارده على بيزك يونت فيكتورز تي كاب وان كاب، فانت مطالب اي ترم تطلعه هنا يا يبقى في اتجاه الكاب ده هو جزء يبقى في اتجاه الان كاب اللي هي اليونت فيكتورز الاساسيه يا اولاد بتاعه الطريقه. طب خلاص اوكي،
يبقى الفيرست تيرم اكسبتد. اه طبعا اكسبتد لانه في اتجاه التي كاب. طب والسكند تيرم؟ لا حضرتك النهارده. طب معلش يا دكتور تاني ليه مش اكسبتد ليه؟ لانه لا في اتجاه التي كاب ولا في اتجاه الان كاب اللي انا اعرفه. عارف يقول لك يا اولاد ايه ترم كده يعني ما اعرفش بيسموه ترم لقيط يعني غريب الشكل ما اعرفوش. طب خلاص انت عندك مشكله يا دكتور في الفي؟ لا ما عنديش مشكله في الفي. الفي هي الدي اس بدي. انا كل مشكلتي في التي كاب دوت. طيب اوكي عايز تجيب التي كاب ان انت تفضله. اه طب هرجعك يا اولاد لاول المحاضره. مش الدكتور قال ان اتجاه التانجنت كان عامل مع الاكس اكسس انجل ابساي؟ اه يبقى اكيد البربنديكولار عليه اللي هو الان كاب يا اولاد. لو قلنا الانجل اللي جوه دي هتبقى 90 ماينس ابساي اكيد دي هتبقى ابساي. طب ايه رايكم يا اولاد لو ده الاكس وده الواي؟ هرجعكم بقى ترم للترم الاول في الاستاتكس. فاكرين لما كنا بنعمل ريزوليوشن؟ اه صح يا دكتور. وكنا بنقول مع الانجل كوزاين وعكس الانجل ايه ساين. من هنا لو انا حبيت اكتب التي كاب هكتبه ازاي؟ والله يا دكتور اعمل له ريزوليوشن في الاكس وفي الواي. هيبقى كوزاين ابساي في الاكس بلس ساين ابساي في الواي في الجي يعني. طب ليه يا دكتور حاسين الاثنين بوزيتيف؟ لانه ناحيه اليمين والفوق. طب بنفس المنطق مين شاطر يا اولاد يقول لي الان كاب هتتكتب ازاي؟ نيجاتيف كوزاين اي كاب زائد ساين كوزاين ابساي اي كاب زائد ساين ابساي جي كاب. لا غلطت يا معلم. لا نيجاتيف ساين ابساي اي ساين نيجاتيف ساين. ايوه صح كده يا ابني. الراجل اللي قال في الاول لما تيجي يا ابني هتعمل للان كاب ريزوليوشن هتبقى في الاكس مش مع الانجل فتاخد ساين هتبقى بلس كوزاين ابساي في الجي. طيب تمام ركزوا معايا يا اولاد. انت عايز ايه يا دكتور؟ والله يا اولاد انا عايز التي كاب دوت. هو ده اللي انت عايزه. اه فتخيلوا يا اولاد المعادله دي بعد اذن حضراتكم دي اهي دي عايزك تعمل لها ديريفاتيف. بس ركزوا في كلامي. اه نركز فيها يا دكتور. عايز اعمل ديريفاتيف وذ ريسبكت تو ذا تايم. ديريفاتيف وذ ريسبكت تو ذا تايم مش وذ ريسبكت تو ابساي. هيبقى التي كاب دوت يا اولاد عباره عن الترم الاولاني ده هيبقى نيجاتيف ساين ابساي في ابساي دوت اللي هي دي ابساي باي دي تي في الاي كاب. طب والترم الثاني يا دكتور تفاضل الساين بكوزاين يبقى بلس كوزاين ابساي دي ابساي دوت في اتجاه الجي كاب. طب يضايق حضراتكم ان انا اخد الابساي دوت دي كومن فاكتور؟ ابدا يا دكتور اهو هيبقى ابساي دوت يتفضل جوه ايه بقى. بصوا كده نيجاتيف ساين ابساي في الاي بلس كوزاين ابساي في الجي. طب ده ايه الحلاوه دي؟ ركزوا كده يا اولاد اللي جوه الاقواس ده ايه ده اللي انا هحط تحتيه خط ده ايه ده؟ ها ايه رايك؟ الله يفتح عليك. ايه ده يا دكتور يعني انت وصلت في النهايه لايه بقى؟ بص يا اولاد اهو التي كاب دوت التي كاب دوت هتطلع ابساي دوت في الان كاب. بروز يا معلم بروز بسرعه. ايه يا دكتور بروز دي انت هو حضرتك فرحان كده ليه؟ هو النتيجه اللي انت وصلت لها دي كويسه يعني جدا كون يا اولاد كون ان انا اقدر اجيب حاجه اسمها النون بارامتر ما اعرفوش والله ما اعرفه بدلاله جيفن بارامتر وهو اليونت فيكتور الاساسي في طريقه النهارده اللي هو الان كاب. ده ايديال حل ايديال يا اولاد او في منتهى الجمال مش عايز اكتر من كده. طيب رغم اني مش محتاجه يا اولاد مش محتاجه والله بس ممكن اسالك في سؤال نظري برضه باي سيميلاريتي لو كنت احتجت ان كاب دوت هو انا ما ظهرليش على فكره كان هيطلع يا اولاد نيجاتيف ابساي دوت في التي كاب. دكتور هو ايه القانون الاخير ده احنا مش محتاجينه؟ اه بس اعرفه معلش خليها كمعلومه. يبقى لو كان التي كاب دوت يا اولاد ابساي دوت في ان كاب فالان كاب دوت بيبقى نيجاتيف ابساي دوت في تي كاب. دي يا دكتور ايه احفظها بس كده. اه احفظها كمعلومه مش اكتر لكن دي مهمه دي. طب ارجع بقى لايه هو حركه دكتور احنا نسينا اصلا. لا يا حبيبي ما نسيناش انا كنت شغال على الاكسلريشن فيكتور في طريقه النهارده. طيب يبقى الاكسلريشن فيكتور هتبقى عباره عن ايه؟ في دوت في اتجاه التي كاب. ده الترم الاولاني اللي الدكتور قال لك 100 وكويس وقعد يقول فيه شعر بلس الترم الثاني بقى كانت في التي كاب دوت يا اولاد صح هتبقى في ابساي دوت
ان كاب. طب حط لي قوسين هنا دكتور، هو ليه الاقواس دي يا حبيب قلبي؟ لان انت ما يهمكش اللي في اليونت فيكتور بكام، لا انت بيهمك اللي جنب اليونت فيكتور. يعني عارفين يا اولاد بالمعادله دي كده انا وصلت النتيجه بتقول ايه؟ قول يا دكتور ان الاكسلريشن في طريقه النهارده ليها مركبتين دي كده يا اولاد، اهي اسمها الاي تانجنت وهي الفي دوت، ودي كده اسمها الاي نورمال اللي هي الفي في الابساي دوت. طب يعني ايه يا دكتور ابساي دوت؟ ايه ابساي دوت دي؟ يعني معدل تغير الانجل ابساي بالنسبه للتايم. ففي ناس كده كانوا قاعدين مع بعض في يوم يا اولاد قال لك الترم الاولاني يا اولاد في دوت سهل يا ابني. ليه؟ انا ممكن يبقى عندي السبيد فانكشن في التايم، فكون ان انا اعمل لها ديريفاتيف افاضلها ده سهل موجود. طب السبيد هنا نفسها سهله يا دكتور، بجيبها من دي اس باي دي تي. لكن مش دايما يا اولاد، مش دايما الابساي دوت بتبقى متاحه. ليه؟ لان مش دايما هو هيدي لك جيفن الابساي كداله في التايم فانت تفاضلها. ففي حد اقترح قال لك معلش يا اولاد ممكن بس تشوف لي بديل للابساي دوت دي الله يخليك، يعني هل ممكن تكتبها بشكل ازرف؟ قلنا له اه طبعا نقدر، تعالى اوريك ازاي. هشتغل يا اولاد على الاكسلريشن تاني يا دكتور. اه هحاول اكتب الترم التاني ده او الكومبوننت التانية بشكل ازرف بدلاله باراميترز في ايدينا يا اولاد نعرف نحسبها. يلا المركبه الاولى زي الفل 100 100 في دوت في اتجاه تي كاب لا غبار عليها. طب الثانيه هتبقى في الابساي دوت يا اولاد اللي هي دي ابساي صح؟ طب هتبقى دي ابساي يا دكتور بعد اذن حضرتك بقى دي والله اهي ما عملتش حاجه، بس هزود هنا ايه يا اولاد؟ دي اس وهزود هنا دي اس. ايه يا دكتور اللي انت عملته ده؟ يا عم انت مالك؟ عملت حاجه اسمها التشين رول. والله الابساي دوت اهي يا اولاد اهي اللي هي دي ابساي باي دي تي. انا بس كل اللي عملته زودت هنا دي اس وهنا دي اس. طب حلو اوكي، هتستفيد بايه؟ اقول لك انا يا سيدي هتستفيد بايه؟ الايه؟ انا لسه بس ما ظهرش لحضرتك كتبته قدامنا. ممكن تبقى مشكله نت العدد، ممكن يكون هو المايكروسوفت تيمز عموما في مشكله. طيب اوكي طيب يا اولاد ظهر كده الدنيا معاكم كده كويسه؟ اه تمام يا دكتور. طب انتوا ايه اخر حاجه ظهرت لكم او ايه اخر حاجه كنتوا واقفين عندها؟ اللي تحت اللي هي دي. طيب زي الفل. بصوا يا اولاد هنا دكتور انت بتقول الاكسلريشن عباره عن تو كومبوننتس، الاولى يا اولاد اللي هي في دوت في اتجاه التي كاب زي الفل ما فيهاش مشكله. طب والثانيه هيبقى في. طب دي ابساي باي دي اس اللي هي ايه؟ اللي هي واحد على رو يا دكتور، دي بتساوي واحد على رو. طب والدي اس باي دي تي هي نفسها الفي. يعني من الاخر كده من الاخر في شكلها النهائي هقدر اقول يا اولاد الاكسلريشن في طريقه النهارده هيطلع لها مركبتين، هتبقى في دوت في اتجاه التي كاب بلس في في في، هتبقى في سكوير على رو في اتجاه الان كاب. يعني كفاينل ريزلت يا اولاد او كفاينل كونكلوجن في طريقه النهارده يا اولاد ان اور ميثود وي هاف تو كومبوننتس فور ذا اكسلريشن اللي هم ايه بقى يا دكتور؟ اقول لكم يا اولاد الاي تانجنت بيسموها يا اولاد في دوت، ويقال لها بالكلام rate of change
rate of change of speed. اوعى حد يا اولادي يقراها rate of change of velocity. لا والله الاي تانجنت بتبقى اسمها rate of change of speed. طب والايه نورمال؟ v squared divided رو، v squared على رو. طب والرو هتروح تجيبها بالطرق اللي انا قلت لك عليها في اول المحاضره اللي هي radius of curvature. يبقى انا هنا كون ان انا جبت الاكسلريشن كومبوننتس بدلاله بارامترز انا عارفها ده كويس. طيب يا دكتور الاي تانجنت والاي نورمال على الرسم بيبقى شكلهم ازاي؟ اهو يا سيدي تعالى اهو في اي لحظه انت عندك جسم بيتحرك في الاتجاه ده فده هيبقى اتجاه الفيلوسيتي. فين الاي تانجنت يا اولاد؟ لا يا اولاد هو الصوت واضح ظاهر لكم ولا لا؟ طيب بص يا اولاد الاي تانجنت دي، الاي تانجنت دي يا اولاد دي ليها ثلاث احتمالات، ثلاث احتمالات. يقول لك لو السرعه بتزيد تبقى الاي تانجنت معاها في نفس الاتجاه، طب لو السرعه بتقل يبقى الاي تانجنت عكس الفي، ولو الفي كونستانت يعني السرعه ما بتتغيرش يا اولاد يبقى الاي تانجنت هتبقى بزيرو. لا معلش يا دكتور قول كده تاني. الاي تانجنت يا اولاد اللي هي التانجنشال كومبوننت او مركبه العجله في اتجاه المماس في ثلاث احتمالات فيها على الرسم، على الرسم يقول لك لو السرعه بتزيد يا اولاد لو السبيد انكريزز يبقى الاي تانجنت ان ذا سيم دايركشن وذ في معاها في نفس الاتجاه. طب لو الفي ديكريزز لو السرعه بتقل يبقى الاي تانجنت عكس الفي. طب لو قال لك ان هو بيتحرك بكونستنت سبيد كونستنت يبقى الاي تانجنت ايكوال زيرو مالهاش وجود. طب بالنسبه للاي نورمال لا دي برينس دي الاي نورمال دايما بتبقى دايركتد توورد ذا سنتر اوف روتيشن. طيب حلو قوي ده. فاكرين يا اولاد في اول محاضره قلت انتوا وقفنا، انا فاكر وقفنا في الحته دي شويه قلت لكم ليه الاكسلريشن دايما بتبقى جوه الكيرف مش بره الكيرف اهي. فتخيلوا يا اولاد دلوقتي لو انا عندي دي الاي تانجنت وادي الاي نورمال لو كملت حاجه اسمها الباراليلوجرام اهو يبقى الريزلتنت اكسلريشن اهي يا اولاد اهي اهي ادي التوتال اكسلريشن يا دكتور. تعالوا معلش اوضحها اكتر معلش تاني اهي. افرض يا عم ان كانت السرعه بتقل ادي الاي تانجنت يا دكتور وادي الاي نورمال اهي لو كملت كده هتلاقوا يا اولاد الريزلتنت اكسلريشن اهي جوه الكيرف. يبقى بسبب الاي نورمال دايما الريزلتنت اكسلريشن الريزلتنت اكسلريشن بتبقى جوه الكيرف يا اولاد مش بره الكيرف. طيب يا دكتور افرض انت في مساله طريقه النهارده بعد ما جبت الاي تانجنت والاي نورمال طلبت مني الريزلتنت اكسلريشن او في قول اخر التوتال اكسلريشن خلاص اوكي التوتال اكسلريشن دايما يا اولاد هتبقى ايكوالز السكوير روت للاي تانجنت سكوير بلس الاي نورمال سكوير. يعني لو ربنا كرمك في طريقه النهارده وقدرت تجيب الاي تانجنت والاي نورمال عند اي نقطه او في اي لحظه عايز تجيب التوتال يبقى جذر ده تربيع بلس ده تربيع. طيب عايز اتكلم في ايه؟ عايز اتكلم في حاجه هنا مهمه قبل ما ابدا احل معاكم. ايه هي؟ بصوا يا اولاد الاي تانجنت، الاي تانجنت النهارده الاي تانجنت ان كيرف، ان كيرف لايكس لايكس او شبه يا اولاد الاي ان ستريت لاين. الله يخليكم يا اولاد معلش ركزوا قوي في الحته دي. يعني ايه يا دكتور الجمله دي او السطر ده؟ ده مهم جدا يا اولاد. عارفين الدور اللي كانت بتلعبه الاكسلريشن توتال الاي الاي في الستريت لاين؟ الاي تانجنت في الحركه على كيرف يا اولاد الاي تانجنت في الحركه على كيرف بتلعب نفس الدور. ازاي يعني يا دكتور؟ يعني مثلا هناك الاكسلريشن التوتال كانت ممكن تتكتب بطريقتين. النهارده الاي تانجنت اللي هي في دوت يعني ممكن تتكتب دي في باي دي تي وايضا وايضا ممكن تتكتب يا اولاد في دي في باي دي اس. يعني ممكن تتكتب بطريقتين زي ما كنت بتكتب هناك التوتال اكسلريشن. ايوه. طب والحاجة المهمة الثانية يا أولاد إيه هي؟ دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يقول لك if a tangent equals a constant on the curve
then you can use Newton's equations. In Newton's equations يا دكتور ايه ده؟ هي قوانين نيوتن ممكن اشتغلها ما بين نقطتين على كيرف. ايوه ممكن امتى؟ لو الاي تانجنت ثابته اللي هي الفي دوت يا اولاد. طب في الحاله دي يا دكتور قوانين نيوتن على الكيرف تكتب ازاي؟ اهي نفس الطريقه، هتبقى في ايكوالز في نوت بلس الاكسلريشن التانجنت في تي. طب والاس؟ هتبقى في نوت تي بلس هاف في الاي تانجنت في التي سكوير. وايه كمان القانون الثالث اللي كلكم عارفينه؟ هتبقى في سكوير ايكوالز في نوت سكوير بلس 2 في الاي تانجنت في الاس. يبقى هل ممكن يا دكتور استخدم قوانين نيوتن لجسم بيتحرك على كيرف؟ تخيلوا الاجابه اه، بس بشرط ايه هو؟ ان تبقى الاي تانجنت يا اولاد اللي هي الفي دوت، يبقى ايه اللي صراحه في المساله؟ انها كونستانت ثابته مش متغيره. لو متغيره يعني فانكشن في الاس، فانكشن في التي، فانكشن في الفي، اي مكان، لا يبقى في الحاله دي مش هتبقى كونستانت، وفي الحاله دي ما ينفعش تستخدم قوانين نيوتن الثلاثه. يبقى الاي تانجنت يا دكتور في الحركه على كيرف تشبه تماما التوتال اكسلريشن في الحركه في ستريت لاين. خلاص يا اولاد؟ اي سؤال يا حضرات؟ لو في اي سؤال في الطريقه بتاعت النهارده قولوا. طيب يلا ناخد اكزامبل طيب على طريقه النهارده ونشوف كده نفكر فيه ازاي. يلا اول اكزامبل معانا، قول يا دكتور. بيقول لي عربيه سبق يا اولاد، عربيه سبق بتتحرك في تراك الراديوس بتاعه كام؟ 300 متر. عربيه سبق يا دكتور بتتحرك على تراك الراديوس بتاعه 300 متر اه، وبيقول لي انها starts from rest. اكيد منطقي العربيه في الاول كانت واقفه. And then its speed يا اولاد، its speed increases with a constant rate، يعني الفي دوت equals constant equals 7 meter per second squared. راح علينا يا دكتور بتقول ايه؟ عربيه كانت واقفه وابتدت تتحرك يا اولاد، ابتدت تتحرك. طب ايه اللي حصل؟ سرعتها ابتدت تزيد يا اولاد بمعدل ثابت اللي هو بيدوني 7 meter per second squared. عايز ايه بقى؟ بيقول لي find the time required to reach to a total acceleration 8 meter per second squared. يعني قول لي العربيه دي يا اولاد محتاجه وقت قد ايه عشان تبقى resultant او total acceleration بتاعتها 8 meter per second squared. العربيه دي محتاجه وقت قد ايه عشان تبقى الاكسلريشن بتاعتها 8 متر بير سكند سكوير. طيب في قبل ما احل يا اولاد معاكم ثواني حبيبي، قبل ما احل معاكم دايما بتسال سؤال جميل جدا يا اولاد في الحته دي، ايه هي يا دكتور حسين؟ هو دلوقتي انا كستودنت لما بتجي لي مساله كايناماتكس اعرف منين ان انا احلها بالفيرست ميثود بتاعت الاكس والواي ولا بالسكند ميثود بتاعت التانجنت والنورمال؟ فانا بقول له يا ابني الالفاظ نفسها اللي في المساله هي اللي بتوجهك، ما تقلقش. يعني اول ما تلاقي يا اولاد في المساله كلمه هوريزونتال فيلوسيتي فيرتيكال فيلوسيتي هوريزونتال اكسلريشن فيرتيكال، خلاص يبقى دي راحه في الفيرست ميثود، الطريقه اللي هي بتاعه الاسبوع اللي فات ولا الاسبوعين اللي فاتوا. اول ما تسمع كلمه سبيد وريت اوف تشينج اوف سبيد يعني في او في دوت، اعرف على طول يقينا ان انت شغال في التانجنت والنورمال ميثود. يعني مثلا مساله زي دي لو انا هفكر فيها ازاي احل؟ اهو يا اولاد انت يا ابني مديني الفي دوت يا دكتور اه، يعني مديني الاي تانجنت اهو، بما ان الاي تانجنت هي الفي دوت ب 7 متر بير سكند سكوير، والراجل مديني التوتال اكسلريشن صح ب 8. طب ما انا الدكتور قال لي من شويه ان التوتال اكسلريشن هي روت اي تانجنت سكوير بلس اي نورمال سكوير، حصل.
طب لو ربعت الطرفين حد فيكم هيتضايق؟ اكيد لا. يبقى اكيد يا دكتور الاي سكوير هتبقى ايكوالز الاي تانجنت سكوير بلس الاي نورمال سكوير. طب ايه رايك يا اولاد؟ برضه انت بتكتب دكتور هو سلايدز واقفه برضه. سلايدز ايه اللي واقفه؟ الشير سكرين واقف. حاضر. هو طبعا المشكله دي اكيد مش من عندنا، هي دي بتبقى مشكله المايكروسوفت تيمز يا اولاد، لما الاعداد بتبقى كبيره شويه، يعني اللي موجودين في الميتنج كتير شويه البرنامج بيتقل. حاضر اوكي. ظهرت يا اولاد كده السكرين ولا لا؟ تمام يا دكتور. تمام، تيجي نقول تاني. يلا دلوقتي هو بيقول لك ان الفي دوت، الفي دوت ب7. طب ما الفي دوت هي الاي تانجنت، خلاص يبقى الاي تانجنت هي الفي دوت ب7. طب مش انا كنت قلت لكم يا اولاد وانا بشرح ان التوتال اكسلريشن هي روت الاي تانجنت سكويرد بلس الاي نورمال سكوير، خلاص يبقى الاي سكويرد. ربعت الطرفين يا اولاد، الاي سكوير ده تبقى ايكوالز الاي تانجنت سكوير بلس الاي نورمال سكوير. طب ده يا دكتور كلام محترم جدا. طب ما يبقى من هنا الاي نورمال سكوير هتبقى ايكوالز الاي سكوير ماينس الاي تانجنت سكوير. طب خلاص هو بيقول لك احسب لي التايم لما الاكسلريشن التوتال توصل 8. طب ما هو يبقى 8 سكوير ماينس الاي تانجنت سكوير اللي هي 7 سكوير، يبقى الاي نورمال سكوير ده هتطلع بكام؟ ب 15. ايه ده دكتور جبتها ازاي؟ 64 ماينس 49. طب تيجي ناخد الروت. يبقى الاي نورمال يا دكتور هتساوي روت 15 متر بير سكند سكوير، مش كده ولا لا؟ فعلا. طب مش انا وانا بشرح قلت لك ان الاي نورمال في سكوير على روت؟ حصل يا دكتور صح، الاي نورمال في سكوير على روت. والمساله دي يا اولاد ما اعرفش خدتوا بالكم في الاول ولا لا، انا قلت لك ايه؟ ان هو بيتحرك على سيركولر تراك. يبقى الاي نورمال اللي الدكتور طلعها انها روت 15 هتساوي في سكويرد على الرو اللي هي هتبقى الراديوس بتاع الدايره اللي هي 300. طب لو ضربت يا اولاد ال 300 في روت 15، لو حد فيكم معاه كالكوليتر اضرب لي ده في ده وخد الروت، هتطلع الفي بكام؟ ها 34.1 صح، ادي الفي. طب ناس قاعده دلوقتي انا متاكد هيقول لك يا عم ده الدكتور حسين خطفنا يا عم احنا مش فاكرين. لا دلوقتي انت دلوقتي بقى مطلوب منك ايه؟ احسب الوقت اللي محتاجاه العربيه عشان تزيد سرعتها من صفر للرقم ده. خلاص اوكي. طب مش انت قلت يا دكتور ان الفي دوت اللي هي الاي تانجنت ايكوالز كونستانت؟ صح، هو قايل في المساله يا اولاد ان العربيه بتزيد سرعتها بمعدل ثابت، كلام صح. خلاص تمام، يبقى باي يوزنج نيوتنز ايكويشنز او فروم نيوتنز ايكويشنز، وتحديدا يا اولاد القانون الاولاني هيبقى الفي ايكوالز الفي نوت بلس الاي تانجنت في التايم. الـ V الفاينل هتبقى 34.1. الـ V الانيشال هو كان قايل لك ان العربيه بادئه starts from rest يا اولاد، يبقى 0 بلس الـ A tangent اللي هي الـ V دوت اللي هي والله يا اولاد 7 مش 8، ها اللي هي 7 في التايم اللي انت عايزه. بس خلاص اقدر يا دكتور احسب التايم؟ طبعا اهو، يبقى التايم هيطلع 34.1 divided by 7 second. شوف هيطلع كام بقى، يطلع زي ما يطلع. طيب لو ممكن اطلب منك هنا، ما انا ههرج بقى، انا عايز استغل يا اولاد ان كده كده القوانين نيوتن افيلابل في المساله. هل ممكن اسالكم يا اولاد لو حد يعرف يقول، لو قلت لك فايند اولسو ذا ديستانس ترافلد باي ذا كار، ذا ديستانس ترافلد باي ذا كار ديورنج ذيس انترفل، يعني في الفترة دي يا اولاد العربية تكون اتحركت مسافة قد ايه؟ مين شاطر يقول؟
من الثيرد لو من الثيرد او من الثيرد او من السكند عادي صح. لو طلب الدكتور الاس هتبقى في نوت تي بلس هاف في الاي تانجنت في التايم سكوير الفيرست تيرم بزيرو، هيبقى هاف الاي تانجنت اللي هي 7 في التايم اللي انت لسه مطلعه اللي هو 34.1 اوفر 7 سكوير. بس ده لو طلب الايه الديستنس. طيب دكتور هل كان ممكن احل المساله دي بطريقه تانية؟ طبعا ملهاش علاقه بقوانين نيوتن خالص. طبعا طبعا. ازاي يا دكتور طريقه تانية غير قوانين نيوتن؟ ايه المشكله اهي؟ another solution. ازاي حضرتك قلت ان الفي دوت 7 حصل. طيب باي انتجريت ذيس ايكويشن، باي انتجريت ذيس ايكويشن هكملها يا دكتور عشان اجيب الفي. هكمل المعادله بتاعت الفي دوت يبقى الفي هتطلع ب 7 تي بلس كونستانت. طبعا اي حد فيكم يا اولاد وما اعرفش هتختلفوا معايا ولا لا، سهل جدا يا دكتور اثبت ان الكونستانت ده بزيرو. حد عنده فكره ليه الكونستانت بزيرو ليه يا اولاد؟ عند التي بزيرو والفي بزيرو ستارت فروم نست. طيب يبقى الفي الدكتور اثبت اهو الفي هتطلع ب 7 تي خلاص زي الفل. طيب يبقى عندك الاي تانجنت هي الفي دوت يا دكتور هتطلع ب 7. طب والليه نورمال يا ابني؟ في سكوير ده على رو يعني هتطلع دكتور 7 تي سكوير على الرو اللي هي الار اللي هي 300. يبقى الايه نورمال بكام؟ هتطلع 49 تي سكوير على 300 مش كده؟ طيب اقول له بقى سنس الايه بروت ايه تانجنت سكوير بلس ايه نورمال سكوير تربيع الطرفين يا اولاد. يبقى الاي سكوير ايكوالز الاي تانجنت سكوير بلس الاي نورمال سكوير. طيب الاي توتال هو طالب او قايل لي انها ب 8 يا اولاد، يبقى 8 سكوير ايكوالز الاي تانجنت هتبقى 7 سكوير بلس الاي نورمال اللي هي 49. انا والله نسيت هتبقى 49 ايه 49 تي سكوير على 300 على 300. بس اوعى تنسى ان كل ده ايه ده؟ اقول كل ده ايه؟ سكوير. ايه الانون الوحيد في المعادله دي يا اولاد؟ ايه المجهول الوحيد في المعادله دي؟ تي. بس خلاص تقدر تطلع التايب هتطلع بكام؟ انا اهو يا عم من غير ما احسب والله هتطلع نفس الاجابه. يعني معلش يا دكتور الحل التاني ده ممكن تعيده كده في دقيقه؟ من غير ما تجيب سيره يا اولاد قوانين نيوتن ولا حاجه. مش هو يا ابني مدي لك الفي دوت ب7؟ اعمل لها انتجريشن هات الفي. طب الفي دي اعمل لها سكوير واقسمها على رو كده انت جبت الاي نورمال. بس خلاص معاك الاي توتال والاي تانجنت والاي نورمال حطهم هيطلع من واحد اللي هو التي تقدر تحسبه اللي هو انا متاكد لازم يطلع اهو 34.1 اوفر 7. طبعا انا مش فاكر الرقم كام هيطلع كام يا اولاد؟ هيطلع 4.9 تقريبا يعني تقريبا 8.7 4.87 برافو عليك. خلاص يا اولاد. دكتور قول يا حبيبي. هو قايل ايه على الرو في المساله؟ يعني عرفت منين ان الرو ب 300؟ لانه قايل ان العربيه بتتحرك في سيركولار تراك. سيركولار تراك ها اكمل اوضح كمان ولا خلاص كده وصلت لك؟ لا يا ما وصلتليش معلش يا حبيب قلبي. ما هو انا قايل في اول المحاضره ان طالما الحركه سيركولار كيرف يبقى على طول الرو بتبقى ايكوالز الراديوس اوف ذا سيركولار كيرف. اي جسم بيتحرك في دايره اهو ايا كان الراديوس بتاعها ايه على طول في الحاله دي الرو هتبقى ايكوالز الار. كده تمام يا دكتور شكرا. ماشي العفو حبيبي.
طب دكتور معلش عايز اسال سؤال قول. هو ليه عرفنا ان السبعة ديت هي التي تانجنت؟ لان هي قايل لان هو ده الريت اوف تشينج اوف سبيد. هو قايل نصا في المساله ان سرعه العربيه بتزيد بمعدل 7. خلاص يبقى الفي دوت ب 7 7، يبقى هي نفسها الاي تانجنت. بس لان ده حتى في الديفينيشن هو ممكن يقول ديفينيشن تاني اعرف منه ان دوت الفي الفي نورمال. الفي نورمال يعني ايه؟ الفي نورمال يعني ايه؟ الفي نورمال سوري الاي نورمال. لا الاي نورمال في سكويرد على رو. بس يعني لو انت عايز تعرف الاي نورمال خلاص هات السبيد سكويرد على رو. بس لكن لما يقول لك معدل تغير سرعه ريت اوف تشينج اوف سبيد، يبقى هي دي الاي تانجنت. تمام. زي ما هوريك في الاكزامبل ده اهو. يلا يا اولاد، ده ايه ده دكتور الاكزامبل ده؟ معرفش يا اولاد كلكم رحتوا المطارات ولا لا، بس اللي ما راحش حتى عارفين دايما ايه، بنحط الشنط بتاعتنا يا اولاد على سير كده، السير اللي بتتحرك فيه الشنط. قول يا حبيبي. الشير واقف برضو؟ اه واقف يا دكتور. لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر. على فكره انا ما بعملش اي حاجه ولا بجتهد والله خالص. يعني ما اعرفش هي الدنيا تقيله ليه. ها يا اولاد ظاهر كده قدامكم حاجه؟ اه دكتور ظاهر. طيب بصوا يا اولاد، في عندي هنا شنط بتتحرك على سير. شكل السير ده ايه يا دكتور؟ في جزء منه يا اولاد اللي هو from A to C، في جزء ستريت طوله 3 متر، وبعدين بتبتدي تتحرك يا اولاد الشنط على كيرف دايره الراديوس بتاعها 2 متر. طيب اذا كانت الشنط دي يا اولاد هتبدا من عند نقطه A ب زيرو سبيد، يعني قايل انها ستارتس فروم ريست ات A فوق هنا اند ذن السبيد يا اولاد، السبيد اوف ذا بوكس increases by the rate 0.2 t meter per second squared. دكتور هي الفي دوت المره دي معدل تغير السرعه فانكشن في التايم؟ اه. يعني انسى خالص هنا استخدامك لقوانين نيوتن. عايز ايه بقى؟ بيقول لي find the total acceleration of the box عند البوينت بي يا اولاد اللي هي موجوده تحت السنتر دي، هي تحت خالص. Find the acceleration at B. طيب انا هفكر يا اولاد في المساله دي بعد اذنكم من الاخر. يعني ايه يا دكتور هتفكر في المساله من الاخر؟ مش فاهمين. يعني انا هسال نفسي هنا، هو عايز يحسب الاكسلريشن عند بي صح؟ اه. طب هي نقطه بي يا اولاد، اللي يعرف يرد عليا، نقطه بي موجوده على كيرف ولا موجوده على ستريت لاين؟ نقطه بي على كيرف. برافو عليك. خلاص يبقى اكيد يا دكتور الاكسلريشن عند بي اكيد هيبقى ليها مركبتين، يعني ليها اي تانجنت وليها اي نورمال. طب الاي تانجنت هتساوي في دوت. طب ما هو الفي دوت يا دكتور فانكشن في التايم، يبقى انت لازم تعرف هنا ايه التايم عند بي، يعني الصندوق ده يا ولد هياخد وقت قد ايه عشان يتحرك من ايه لغايه دي. طب والاي نورمال هتبقى في سكويرد على رو، وطالما عند بي الراديوس يا ولاد ب 2 متر يعني هتبقى في سكويرد على ار. طيب هتجيب الفي ازاي؟ الفي السبيد اكيد يا دكتور حسين ان انا اعمل انتجريشن للفي دوت. طب ما هو يا ابني ما هتطلع لك مشكله برضو. ايه هي؟ انت عندك الفي دوت فانكشن في التايم. حصل يا دكتور مظبوط. لما هتعمل لها انتجريشن عشان تجيب الفي برضه هتطلع هي كمان فانكشن في التايم. يبقى انت مشكلتك تخيلوا دلوقتي يا ولاد في المساله ايه هي؟ ان انت ازاي تحسب زمن الحركه اللي هتاخده الشنطه يا ولاد اللي على السير عشان تتحرك من نقطه البدايه ايه لغايه لما توصل لنقطه بي. انا بقى سؤالي وهسيب لكم دقيقه ولا دقيقتين تفكروا. مين شاطر يا اولاد يقول لي ازاي ممكن احسب التايم؟ التايم
ما بين A و B. ها مين شاطر يقول زمن الحركة اللي هياخده الصندوق أو الشنطة عشان تتحرك من أول نقطة A لغاية لما توصل تحت عند النقطة. سبعة على فترتين من L C وبعد كده من C ل B. ما حتى لو يا عم يعني هتحسبه من خلال إيه برضو؟ قول من L C نيوتن لو. لا 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 ما فيش نيوتن لو خالص في كل الحركة استخدام سقوط حر بعجل تحت الجاذبية. ما فيش سقوط حر يا حبيبي، السير ده أفقي يا حبيبي، السير ده أفقي يا أولاد. هو الشنط يا أولاد بتنزل رأسي كده، انتوا هنهرج. السير ده يا أولاد بيبقى أفقي كده والشنط بتلف حواليه، سقوط حر إيه بس؟ بصوا يا حضرات، بص هنعمل انتجريشن يا دكتور. الله يفتح عليك، هتعمل انتجريشن مرتين. ليه يا دكتور؟ عشان تجيب الاس. الاس ايوه الاس. ليه بقى؟ لان انت ما بين A و B، ما بين A و B انت تعرف الاس من A ل B. اعرفها دكتور. هتتحرك 3 متر الاول ستريت وبعدين ربع دايره 2 باي ار اوفر 4 ربع دايره. والله اللي هي من اول C لغايه B دي ربع دايره يا اولاد. فالمسافه من A ل B، من المسافه من اول A لغايه B انت عارفها. فلو انت قدرت تجيب المسافه يا اولاد كفانكشن في التايم، يعني قدرت تجيب معادله عامه بين الاس والتي، هتحط الاس اللي انت عارفها عند بي، هتقدر تعرف التايم عند بي، يعني الشنطه دي خدت وقت قد ايه عشان تتحرك من ال بي. يبقى بالظبط يا اولاد حل المساله هيمشي ازاي. قول لنا يا دكتور اهو. الدكتور قال ان هو مديله جيفن الفي دوت معدل تغير السرعه 0.2 تي. طب بعد اذن حضراتكم يا اولاد هسمي المعادله دي واحد. خلاص معلش يا اولاد انا هتكلم بس عشان الوقت، لكن مش هكتب. يلا يا اولاد باي انتجريت الايكويشن 1 وذ ريسبكت تو ذا تايب. هتكملها يا دكتور. تكامل الفي دوت هيبقى في، هيطلع هنا يا اولاد 0.2 كي سكويرد على الاثنين بلس كونستانت. طب الكونستانت هو كان قايل لك ان هو بادئ من السكون يا اولاد، ستارتس فروم ريست. خلاص يبقى اكيد الكونستانت ده بزيرو. يعني معنى كده الفي هتطلع بكام؟ الفي يا دكتور هتطلع 0.1، هو 0.2 على 2 يعني 0.1 كي سكوير. اسمي دي يا اولاد المعادله 2. هايل. طيب ايه رايك كمان؟ يلا يا اولاد انتجريت المعادله 2 كمان. فعلا يا دكتور. هعمل لها تكامل. طيب تكامل الفي هيديني اس. طب الناحيه دي هيبقى 0.1 تي زود على الباور 1 واس مع الباور الجديد بلس كونستانت برضه يا دكتور سي داش كونستانت جديد. برضو على فكره من حقك تثبت ان السي داش بزيرو. ازاي يا دكتور؟ يا سيدي انت مالك، انا هعتبر انه عند ايه لما بدا الحركه دي بدايه قياسي للمسافه. انا حر يا عم. يعني ممكن تعتبر برضو ان ات تايم زيرو الاس كان بزيرو. مفيش حد يقدر يلومك على فكره، حقك. خلاص اوكي يا دكتور. يعني في الاخر الاس هتطلع بكام؟ هتطلع 0.1 في تي باور 3 اوفر 3 ودي تبقى المعادله 3. طيب دكتور المساله تاهت مننا. ابدا خالص خالص خالص. انت عايز ايه يا ابني؟ انا عايز التوتال اكسلريشن عند بي، والتوتال اكسلريشن يا اولاد معتمد على الفي دوت عشان تجيب منها الاي تانجنت، ومعتمد على الفي اللي هتجيب منها الاي نورمال. والاثنين ديبندنت على التايم، الاثنين معتمدين على التايم. فانت عشان تحسب التايم يا اولاد هعوض في المعادله 3 اهو. And add B. أنا عارف الاس بي، الاس عند بي الدكتور كان قال المسافة الكلية اللي اتحركها الصندوق عشان يوصل عند بي يا أولاد هتبقى 3 متر ستريت زائد ربع دايرة يا أولاد أهو السيركونفرنس كله على 4 يعني هتطلع 6.14. عوض كده يا أولاد في المعادلة دي أهو، يبقى 6.14 هتساوي 0.1 على 3 في التايم عند بي كيوب. معلش يا اولاد حد يحل لي المعادله دي، ربنا يخليك. قولوا لي التايم هيطلع كام تقريبا كده؟ التايم عند بي 5.69 يبقى 5.7. يلا يا اولاد ركزوا معايا. فين بالتايم ده الفي دوت هتطلع بكام؟ الفي دوت عند بي، والله يا دكتور الفي دوت كانت 0.2 في التايم، يبقى 0.2 في
في 5.7 يعني تطلع كام؟ تطلع كام يا ولاد؟ 1.14 تقريبا متر بير سكند سكوير. طب والفي بقى؟ والله يا دكتور الفي كانت 0.1 في التايم سكوير، يبقى 0.1 في 5.7 سكوير تقريبا يا ولاد هتطلع 3.25 متر بير سكند. طيب يا دكتور الله يبارك لك ما توهناش، احنا عايزين التوتال اكسلريشن. خلاص يا معلم، وانت زي الباشا حاطط رجل على رجل، يلا روح بقى احسب التو كومبوننتس اوف ذا اكسلريشن اهو. ذن الاكسلريشن عند بي اللي كانت واجعه دماغنا هتطلع بيها يا اولاد مركبتين يا دكتور اهو، الاي تانجنت والاي نورمال. طب ما الاي تانجنت هي نفسها الفي دوت، والله يعني هي نفسها 1.14 متر بير سكند سكوير. طب والاي نورمال هتبقى الفي سكويرد على رو، فهتطلع 3.25 سكوير على رو اللي هي الار، لان ده كيرف دايره اللي هي 2 متر. تطلع كام يا ولاد؟ يطلع كام الرقم ده؟ احسبه لي كده. هتطلع كام الاي نورمال يا ولاد؟ 1.62. لا اعتقد لا الرقم ده مش مظبوط. ايوه بالظبط كده، او 5.3. ايوه 5.24 كمان اهو، هتطلع 5.24 تقريبا متر بير سكند سكوير. بس خلاص كده اه يا دكتور، بس ده عايز التوتال اكسلريشن. كلامك صح، يبقى الاكسلريشن قد بي توتال يا اولاد هتطلع سكوير روت للرقم الاولاني سكوير بلس الثاني سكوير. بس كده. طب يلا 6.2 تطلع كام؟ 6.2 6 بوينت لا 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 5.4 هتطلع 5.4 اه مش 6 بوينت حاجه لا لا. طب ايه رايكم يا اولاد اهي المساله اهي، رأيكم لو جبت لكم نفس المسألة دي هي قولوا لي يا اولاد ايه اللي هيتغير؟ ها وقمت مكمل الكيرف ده كده، كملته كده كده اهو اهو اهو، وغيرت البي بدل ما هنا لا خليتها هنا، مين فيكم شاطر يتغير؟ ايه اللي هيتغير يا اولاد؟ الاس اه ساعتها الاس عند بي، الاس عند بي هتبقى 3 زائد نص دايرة مش ربع دايرة، هتبقى 2 باي ار اوفر 2 مش اوفر 4 بقى، صح كده يا اولاد؟ طيب طب ايه رايكم يا اولاد هنا لو اديت لكم مساله، مين فيكم شاطر يقول لي؟ لو قلت لك فايند ذا اكسلريشن اوف ذا بوكس، فايند ذا اكسلريشن جاست بيفور اند جاست افتر سي، وعايز حد اصلا يشرح لي الكونسبت ايه الفرق يا اولاد ما بين جاست بيفور وجاست افتر سي؟ يعني انت عايز الدكتور حسين تشتغل عند سي اه بس مرتين، مره يا اولاد وهي جاست بيفور يعني على الستريت لاين، ومره وهي جاست افتر يعني على الكيرف. ايه الفرق يا اولاد ما بين الحالتين؟ ها كانت في ستريت لاين بعدين بقت في كيرف. الله يفتح عليك الله يفتح عليك اهو. بص يا اولاد اهو، لو انت يا دكتور عندي سي وجاست بيفور سي وهنا just after c. بص يا اولاد just before c هنا يعني انت بتتكلم يا دكتور على straight line، يبقى الرو بانفينيتي، وفي الحاله دي الاي نورمال يا حضرات هتبقى بزيرو، يبقى الاكسلريشن هنا عند c هتبقى الاي تانجنت اونلي، مفيش اي نورمال يا دكتور لا، لكن جاست افتر لا يا دكتور عادي هنا هيبقى كيرف عادي يا دكتور، الاي تانجنت موجوده اكزيستس عادي جدا، والاي نورمال اولسو اكزيستس. طيب مين فيكم شاطر يقول لي هحسب التايم عند سي ازاي؟ هو يا دكتور هتحسب بس المسافه من ال سي اللي هي 3 متر، يبقى هنا الاس
عند سي 3 متر، يبقى ساعتها 3 متر هتبقى equals 0.1 على 3 في التايم at سي كيوبد. هو حضرتك بتعمل ايه دلوقتي؟ انا بحسب يا اولاد التايم عند نقطه سي. طب ليه خدت المسافه ب 3؟ لان المسافه فعليا يا اولاد اللي اتحركها الصندوق من ال سي هي 3 متر بس. بس صح، هقدر من هنا احسب التايم عند سي. اه تقريبا يطلع كام يا اولاد؟ اقول لكم الرقم معايا. الرقم يا اولاد اول 4.8. جدع حبيبي، برافو عليك، صح، هيطلع 4.48. طب ده معناه الفي دوت عند سي هتبقى بكام يا اولاد؟ هتطلع دكتور 0.2 في 4.48. طب والسبيد نفسها عند سي، السرعه نفسها هتبقى 0.1 في 4.48 سكوير. طيب حلو يا دكتور الكلام ده، يعني هتطلع الارقام بكام؟ يعني بغض النظر يا اولاد انا يعني الارقام معلش مش معايا، بعد ما طلعت دي وطلعت دي هحسب ايه بقى؟ يبقى الاي تانجنت، الاي تانجنت ات سي هتطلع هي نفسها الفي دوت ات سي. طب والاي نورمال ات سي هتبقى الفي سي سكويرد على ار اللي هي 2 متر. طب بعد ما حسبت الارقام دي احسب كله زي الفل. جاست بيفور اولاد، قول يا دكتور لو انت بتتكلم جاست بيفور خلاص هتاخد الاي تانجنت بس. بس اهو يبقى جاست بيفور الاكسلريشن ات سي هتبقى ايكوالز الاي تانجنت ات سي بس. مفيش يا دكتور الاي نورمال؟ لا لا. طب جاست افتر هتبقى الاكسلريشن ات سي يا دكتور هتبقى روت الـ A tangent squared plus الـ A normal squared. يا دكتور معلش تاني قول ليه إيه اللي حصل؟ يعني ليه؟ يا أولاد just before يعني هي كانت لسه على الـ straight line فالروب infinity يبقى ما فيش A normal، لكن just after خلاص دخلت على الـ curve يبقى الـ A tangent والـ A normal الاثنين موجودين وليهم قيم، ليهم قيمة. ماشي يا أولاد؟ اي سؤال في الحته دي؟ تمام. معلش يا دكتور، هو انا لما اجي اجيب الاس في الكيرف هحسبها ان هي بطول السبيد بس، يعني اقول 3 متر بس. لو انت بتتكلم على ايه من ال سي، سب اي حاجه مش هحسب اي طول يعني من الكيرف؟ لا 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 لا، انت شغال عند سي. وحتى مره واحد بيقول لي يا دكتور حسين طب اصل جاست بيفور، معقوله جاست بيفور وجاست افتر الاثنين حضرتك اعتبرت المسافه عندهم واحده وهي 3 متر؟ لان انت ممكن تقول جاست بيفور تخيل يعني ايه؟ يعني 2.999999 كتير قوي، فهي اللي هي تقريبا 3. طب وجاست، كلمة جاست أفتر معناها إيه؟ يعني 3.0000001 مثلا اللي هي برضو تقريبا 3. فجاست بيفور وجاست أفتر هما الاثنين يعني بيتمحوروا حوالين سي، فعشان كده خدت المسافة عندهم هما الاثنين بثلاثة. تمام، شكرا جدا. يلا أولاد ناخد إكزامبل تاني. ايه ده يا دكتور الاكزامبل ده؟ قول يا حبيبي. ممكن سؤال؟ هو فضل. في الكيرف مش المفروض ناخد الاس بنص الدايره او ربع الدايره احنا يعني مشينا عليها بس؟ في الكيرف ايه يا حبيبي؟ ايه مش المفروض ناخد المسافه او الاس في الكيرف بس اللي احنا اللي هو افتر لما مشي بعد الخط المستقيم نزل في الكيرف، فالمفروض ناخد الاس بتاعتها اللي هي ربع الدايره او نص الدايره بتاعتها بس؟ لا 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 يا حبيبي، جاست افتر سي يعني هو كان لسه عند سي، بقى على الكيرف، بقى على الكيرف، لكن ما مشيش عليه حاجه، اللي مشي فعليا من ال سي بس. لكن يعني هو لسه سي بي؟ لا 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 لا، انا بقول لك جاست افتر، جاست كلمه جاست يعني مجرد معدى نقطه سي بملي، فاهم حاجه؟ يعني هو ستيل ما مشيش في الكيرف.
يا حبيبي هيمشي وهيكمل ماليش دعوه بيه، لكن انا بقول لك احسب احسب جاست افتر سي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني هو ستيل عند نقطه سي، لسه بقى ما راحش البي، يبقى المسافه الفعليه عند سي اللي مشيها كام؟ هما 3 متر بس. تمام ماشي. يلا يا اولاد في المساله دي زي ما انتم شايفين كده راجل فاضي راح يلعب ولا ايه، فبيتزحلق على الجليد يا اولاد، فبيتحرك على منحدر. منحدر معادلته ايه؟ واي سكوير ايكوالز اسف واي ايكوالز اكس سكوير على 20. طيب عندي نقطه محدده يا اولاد، عندي نقطه محدده اللي هي نقطه ايه اللي الاكس بتاعتها ب 10 والواي ب 5. ها الراجل حسب في الحته دي، قال لك ان السبيد بتاعت الايه، السبيد بتاعت الايه 6 متر بير سكند، ومش كده وبس لا، ده كمان سرعته يا اولاد كانت بتزيد، كانت بتزيد لتحت بريت 2 متر بير سكند سكوير. طب طالب ايه تخيله في المساله دي؟ بيقول لي فايند ات ايه اللي هي النقطه دي، يعني ذا دايركشن، ذا دايركشن اوف ذا فيلوسيتي دايركشن اه، وعايز ايه كمان يا اولاد؟ اند ذا ماجنيتيود، ماجنيتيود اند دايركشن اوف اكسلريشن. طب يا دكتور تمام، يعني عايز الدايركشن بتاع الفيلوسيتي. طيب مبدئيا يا دكتور الدايركشن بتاع الفيلوسيتي هي في اتجاه التانجنت اهو، ادي اتجاه الفي، والتانجنت حضرتك قلت انها بتبقى عامله انجل ابساي مش كده؟ طيب انا كنت فاكر يا اولاد، انا فاكر ان انا قلت لكم في اول المحاضره ان تان ابساي تبقى ايكوالز واي داش مش كده ولا لا؟ حصل، واللي فيكم مش فاكر يفتكر. طب مش هو مدي لك في المساله واي بتساوي اكس سكويرد على 20؟ طب خلاص اوكي، ما تحسب لنا يا عم واي داش. ودي من المرات القليله قوي قوي يا اولاد في الداينامكس ان اللي انا هعمل فيها ديريفاتيف وذ ريسبكت تو اكس، مش ديريفاتيف وذ ريسبكت تو تي زي ما احنا متعودين. فهنا الواي داش هتطلع 2x على 20، يعني تطلع في الاخر x على 10. طب معلش بالمره يا اولاد احسبوا لي واي دبل داش، اشمعنى يا دكتور احنا مش عايزينها؟ لا هنحتاجها في حساب الرو. ف x اوفر 10 لما تيجي تعمل لها ديريفاتيف هتطلع 1 على 10، 1 اوفر 10. طب لو انت شغال عند ايه؟ عند نقطه ايه يا دكتور على الرسمه؟ الاكس ب 10، يبقى ساعتها الواي داش هتطلع 10 ديفايدد باي 10 يعني بواحد. خلاص يبقى تان ابساي هتساوي الواي داش يعني بتساوي 1. يعني ده معناه يا اولاد ان الابساي هتطلع تان نيجاتيف 1 1 دكتور، يعني هتطلع 45. ياه يا جماعه ما تفصلوناش بقى يا جماعه، والله ما اعرف انا، انا شغال عادي والله يا اولاد ما عملتش حاجه. اصل احنا عندنا مش شايفين اي حاجه في السكرين وقفت. حاضر حاضر، عايزين نشوف لها حل الموضوع ده. ظهرت يا اولاد؟ ايوه يا دكتور ظهرت. طيب يبقى هو كان طالب ايه بقى؟ الراجل كان طالب ايه؟ كان طالب الدايركشن اوف ذا فيلوسيتي. اه انا قدرت يا اولاد قدرت اثبت له اللي تان ابساي اللي هي زاويه ميل المماس اللي هي اتجاه الفيلوسيتي ب 45 اهو، ابساي طلعت ب 45. يبقى لو انت بتسالني على الفيلوسيتي اهي على الرسم اهي يا اولاد، تاني تاني اهي ادي الرسم اهي اهو. اول سؤال كان طالب ايه الراجل يا اولاد؟ اهو كان طالب يا دكتور الدايركشن اوف ذا فيلوسيتي، بس يا باشا تؤمر اهو اهو ادي الفيلوسيتي اهي هتبقى عامله انجل ابساي ب 45. طيب كان طالب ايه كمان يا دكتور؟ كان طالب الماجنتيود والدايركشن اوف ذا اكسلريشن. حاضر. هنا المساله دي فيها معادله واي واكس والكلام ده حبيب قلبي عشان ما تتلخبطش، طالما مدي لك السبيد عند ايه ب 6 متر بير سكند، ومدي لك قال لك كده ذكر لك نصا في المساله حاجه اسمها ريت اوف تشينج اوف سبيد او في دوت ب 2 متر بير سكند سكوير، صدقني يا ابني اسمع كلامي، احسن طريقه هنا ان انت تشتغلها تانجنت ونورمال، يعني هنا كده اشتغلها اي تي واي ان،
اسمع مني. طب ليه بقى؟ اقول لك ليه يا سيدي. والله يا دكتور بمنتهى البساطه الاي تانجنت هي نفسها الفي دوت، يعني هي نفسها الاثنين دي 2 متر بير سكند سكوير. والله يا دكتور عندك حق صحيح. طب وبالنسبه للاي نورمال هتبقى الفي سكوير على رو، وهو مدي لك السرعه اوريدي بالفعل التوتال سبيد ب 6 خلاص، يبقى 6 سكوير على رو. يبقى انت مشكلتك تخيل دلوقتي عشان تجيب الاي نورمال مشكلتك في الرو دي. طب ما هو الدكتور كان قال لنا في اول المحاضره معادله اقدر اجيب منها الرو اللي هي ايه بقى؟ الرو 1 بلس واي داش سكوير الكل اس 3 على 2 على المودلس اوف واي دبل داش. انا كنت طلعت الواي داش يا اولاد ما اعرفش كانت الشير واقف ولا لا، الواي داش كانت ب 1 والواي دبل داش ب 1 على 10 اهو. يبقى عندك 1 بلس 1 سكوير الكل اس 3 على 2 على 0.1 اللي هي يا ولاد الواي دبل داش. هتطلع الروكيا مين شاطر يقول يحسب لي الرقم بس. ها يا ولاد بكام يا ولاد؟ 28.3. كام؟ 28.3 صح، كلام محترم. ادي الرو خلاص، ارجع عوض كده في الاي نورمال ذن اهو يا عم. هعوض ليه؟ اطلع تاني اهي مش مشكله اهي. يبقى الاي نورمال اهي، يبقى الاي نورمال يا دكتور هتطلع 6 سكوير على الرو اللي هي 28.3. تطلع كام يا اولاد؟ قولوا لي كده. 1.3 متر بير سكند سكوير. يبقى معاك الاي تانجنت اه يا دكتور ب 2، ومعاك يا ابني الاي نورمال اه يا دكتور ب 1.3. طب خلاص يبقى التوتال اكسلريشن بكام اهو؟ يبقى التوتال اكسلريشن ات اي هتطلع روت الاي تانجنت سكوير بلس الاي نورمال سكوير، يعني هتطلع روت 2 سكوير بلس 1.3 سكوير بس خلاص. طيب تيجوا يا اولاد نعمل حاجه اسمها جوينت كاينماتكس. عايز تعمل حاجه اسمها يا دكتور جوينت كاينماتكس. ايه الكلمه الغريبه دي اللي الدكتور بيقولها جوينت كاينماتكس؟ اه يعني انت بتقول ان انت شغال المساله بالسكند ميثود تانجنت ونورمال صح ولا لا؟ طب ايه رايك لو انا طلبت منك قلت لك ايه؟ فايند في اكس وفي واي والاي اكس ان الاي واي. نعم عايز ايه يا دكتور؟ عايز مركبات السرعه والعجله بالظبط كده. هنا يا اولاد انت بتعمل ربط بين الطرق وبعضها، عشان كده بيسموها جوينت كاينماتكس. يا اولاد ان مركبات السرعه والعجله في التانجنت اند نورمال ميثود تقدر تطلع مركبات السرعه والعجله، لكن في الريكتانجولار ميثود سهله. الموضوع كله يا اولاد مرتبط بزاويه بانجل، لو معاك انجل تقدر تعمل ريزوليوشن في اتجاه الاكس والواي زي ما هوريك. ازاي يعني يا دكتور؟ والله يا ابني انت معلش المساله دي سمعي. اسف على المقاطعه بس هو السكرين فعلا واقفه. على فكره يا جماعه انتوا بتفصلوا الواحد والله، وهي اصلا المحاضره خلقت ربنا قصيره. ما احنا مش شايفين مش هنفهم. طب يا اولاد فانت هنا الدكتور بيقول ايه؟ انا عندي مثلا يا اولاد اهي الفي كانت في الاتجاه ده وقيمتها 6 متر بير سكند وعامله انجل 45. الشير رجع كده يا اولاد ولا لا؟ تمام يا دكتور رجع. طيب انت يا دكتور عايز الفي اكس والفي واي. اه طب ما تحلل في الاكس وفي الواي اهو. يبقى من الشكل ده الفي اكس هتساوي نيجاتيف 6 كوزاين 45. الله. طب ليه نيجاتيف يا دكتور؟ لانها تبقى ناحيه الشمال اهي، ادي الفي اكس. طب والفي واي بنفس الطريقه اهي، الفي ما برضه نيجاتيف 6 في ساين 45 بس كده يا دكتور. اه بس خلاص.
طب ليه نيجاتيف برضو؟ لانها هتبقى لتحت. طب بنفس المنطق ازاي اجيب الاي اكس والاي واي؟ اقول لك يا سيدي انت ربنا كرمك وجبت الاي تانجنت اهي والله اهي يا اولاد الاي تانجنت انا فاكر الارقام كانت باتنين. طب والاي نورمال اهي بكام يا دكتور؟ الاي نورمال كانت 1.3. انت اثبت ان اتجاه المماس عامل انجل 45 ويبقى دي كمان 45 وتبقى دي كمان 45 يا اولاد. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز الاي اكس يا دكتور. خلاص اعمل ريزوليوشن يا اولاد للاي تانجنت والاي نورمال هما الاثنين هما الاثنين في اتجاه الاكس وجمعهم، واللي ناحيه اليمين بوزيتيف واللي ناحيه الشمال نيجاتيف. لا يا دكتور ده الاثنين هم هيبقوا ناحيه الشمال، واكتب لك بالظبط الاي اكس هتبقى ماينس 2 اهي 2 اهي ماينس 2 في كوزاين 45 وماينس 1.3 في ساين 45. جمع الاثنين دول يا اولاد هتطلع حاجه اسمها الاي اكس. طب بنفس المنطق يا دكتور الاي واي هتبقى الاي نورمال اللي فوق والاي تانجنت اللي تحت، فهتطلع يا اولاد اهي 1.3 كوزاين 45 ماينس 2 في ساين 45. كده انت جبت ايه يا دكتور؟ جبت يا اولاد الاي اكس والاي واي وجبت كمان الفي اكس والفي واي. كده انت عملت حاجه اسمها ايه يا اولاد في الميكانكس او في الداينامكس؟ اسمها جوينت كاينماتكس. يعني ايه جوينت كاينماتكس؟ ربطت بين طريقتين يا اولاد لوصف الحركه. المساله بدات وانتهت تانجنت ونورمال حصل، وجبت منها الفي وجبت منها الاي تانجنت والاي نورمال وكمان جبت التوتال اكسلريشن والدنيا كانت حلوه خالص. لو الدكتور طلب مني في اكس وفي واي واي اكس واي واي اللي هي مركبات الفيلوسيتي والاكسلريشن في الفيرست ميثود، اعمل حاجه اسمها ربط عن طريق الانجل اللي هي ال45. اعمل يا اولاد ريزوليوشن للفيلوسيتي في الاكس وفي الواي هطلع حاجه اسمها في اكس وفي واي. اعمل ريزوليوشن لمركبات الاكسلريشن في الاكس وفي الواي، كده انا جبت الاي اكس والاي واي. خلاص يا اولاد انا عارف المحاضره خلصت يا اولاد، بس انا هستسمحكم في خمس دقائق تاني. ها افرضوا يا اولاد جبت لكم مساله كده اللي هي ايه؟ جيت قلت لك في مساله مثلا الار اكزامبل يا اولاد اكزامبل عايز ادردش معاكم فيه. قلت لك مثلا الار 2 تي سكوير في الاي بلس مثلا 6 تي في الجي. خلاص وجيت قلت لك ايه بقى؟ فاين ات تي ايكوالز 1 سكند الاتي. عايز ايه يا دكتور؟ عند تي ايكوالز 1 عايز الاي تانجنت الاي نورمال التوتال اكسلريشن الرو الريديوس اوف كيرفيتشر. ايه يا دكتور المساله دي؟ مش دي الار اللي هي اكس وواي؟ يعني مش دي اكس ودي واي؟ ايوه صح حصل. طب حضرتك ازاي بقى يعني دي المفروض ريكتانجولار ميثود او طريقه، ازاي حضرتك عايز تدخل فيها الاي تانجنت والاي نورمال والرو؟ ايه ده؟ ايه علاقه ده يعني بالبلدي كده يا اولاد؟ ايه اللي جاب القلعه جنب البحر يعني؟ يعني هقول لك يا سيدي انت معاك الار بعد اذنك هات لي الفي. حاضر يبقى الفيلوسيتي هتطلع بكام؟ 4 تي يا اولاد 4 تي في الاي بلس 6 في الجي. عملت ايه يا دكتور؟ عملت ديريفاتيف للار يا اولاد. طب ومن هنا الاكسلريشن تطلع 4 في الاي بلس 0 في الجي صح؟ طيب ات ايكوالز 1 يا اولاد ات ايكوالز 1 تقدر تحسب الفيلوسيتي؟ اه يا دكتور اقدر احسب. الفي هتطلع 4 في الاي بلس 6 في الجي. طب والاكسلريشن هي يا دكتور مش هتتغير هتطلع 4 في الاي. حضرتك عايز الاي تانجنت؟ ايوه اهو الاي تانجنت يا اولاد هرجعكم للاستاتكس برضو كل شويه ترجعنا للاستاتكس. يقول لك لما كنت بتجيب مركبه عايز تجيب مركبه فيكتور في اتجاه ما بتستخدم الضرب القياسي. فالاي تانجنت هنا يا اولاد هتبقى عباره عن ايه؟ الاي دوت اليونت فيكتور في اتجاه التانجنت اللي هو التي كاب. الاي تانجنت يا دكتور هتبقى الاكسلريشن فيكتور مضروبه ضرب. ايوه بالظبط يعني هتبقى ايه دوت الفي فيكتور الفي فيكتور على الفي ماجنتيود. ما هو تي كاب فعلا يا اولاد هو اليونت فيكتور في اتجاه التانجنت. طب ما تحولوا لي الكلام ده الارقام يا اولاد اهو هتطلع ايه بقى؟ يبقى الايه هتبقى 4 في الاي بلس 0 في الجي دوت
الفيلوسيتي يا اولاد هتبقى 4 في الاي بلس 6 جي على الماجنيتود بتاعهم اللي هو روت هتطلع روت كام يا اولاد؟ مين شاطر يقول؟ هتطلع روت 16 بلس 36. طيب خلاص خد الروت ده كومن فاكتور يبقى الاي تانجنت هتطلع 1 على روت 52. طب وجوه اضرب اكس في اكس بلس واي في واي يبقى 4 في 4 بلس 0. يعني هتطلع يا اولاد الاي تانجنت في الاخر 16 على روت 52. طيب تمام صح. بعد ما طلعت الاي تانجنت اقدر اطلع الاي نورمال؟ طبعا الاي نورمال هي روت الاي سكوير ماينس الاي تانجنت سكوير. معاك يا ابني الاي؟ اه يا دكتور الاي اللي هي الفور في الاي بس. يبقى الماجنيتيود بتاعها كام؟ 4. فهتطلع روت 4 سكوير. ادي الاكسلريشن. طب حد شاطر هيقول لي يا دكتور حسين افرض ان كان ليها اي وجي الاكسلريشن. خلاص يبقى الماجنيتيود بتاعها ده سكويرد بلس ده سكويرد تحت الروت وخلاص. طب يبقى الاي سكويرد ماينس الاي تانجنت اللي هي ماينس 16 على روت 52 سكوير. من هنا هتقدر تطلع مين؟ هقدر اطلع دكتور الاي نورمال. خلاص يبقى الاي نورمال اتحسب. كان عايز ايه يا اولاد تاني في المساله؟ كان عايز الاي تانجنت والاي نورمال والروت. طيب هقول له سينس الاي نورمال اصلا في سكويرد على روت يبقى اكيد يا دكتور حسين الرو هتطلع في سكوير على الاي نورمال. طب هي الفي معايا؟ اه طبعا. افكرك يا اولاد الفي كفيكتور كانت طالعه 4 في الاي بلس 6 في الجي يبقى الفي هتطلع روت كام؟ روت 16 زائد 36 يعني هتطلع روت 52. يعني الفي سكوير تطلع 52 52. خلاص يبقى الرو لو الدكتور طالبها الرو هتطلع في سكوير على الاي ان. معاك الفي سكوير ده يا دكتور ومعايا الاي ان اقسمهم على بعض هتطلع الرو بالمتر. يعني حضرتك قال لنا المساله الطويله العريضه دي عشان ايه؟ تخيلوا عشان فكره الدوت برودكت يا اولاد. لو انت مساله معاك فيها الاي كفيكتور في الاي وفي الجي ومعاك فيها الفي كفيكتور في الاي والجي ارقام يعني لو حبيت تجيب الاي تانجنت هتبقى ايه؟ دوت التي كاب. والتي كاب دي يا اولاد عباره عن الفي فيكتور ديفايدد باي الفي ماجنيتيود. خلاص يا اولاد. طب سؤال امتياز بقى اخر سؤال والله خلاص وهخلص المحاضره. انتوا لسه معايا ولا خلاص خرجتوا سبتوا الميتنج؟ انا دكتور محاضرتك. طب السؤال ده بتاع امتياز لو قلت لك فايند ابسايلون دوت ده سؤال امتياز بجد. الابسايلون دوت يعني دي ابسايلون باي دي تي يا دكتور يعني ده سؤال لا محاله له من الاعراب. المساله كلها ما فيهاش ابساي اصلا. اللي هيجيبه ده يا ولاد يبقى نجم بجد بجد. اللي بساي دوت مش التي كاب بساي دوت في ان كاب. اهلا بيك اهلا وسهلا. مش هتجيب لي الان كاب والتي كاب منين؟ التي كاب عندك اللي هي الفي فيكتور على ال بتاع دوت. بص عشان ما اطولش عليكم عشان بس والله يا ولاد انا كنت عايزكم تفكروا بس فعلا الوقت بتاع المحاضره وانا خايف يكون وراكم محاضره ثانيه. بصوا يا ولاد عامل الديفرنشيات للتاني بساي و لا 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 ماشي اي ان لا لا ابسلون في الاي ان بتساوي في ابسلون دوت الاي ان جدع يا واد الاي ان في في ابساي دوت او ابساي دوت. اه كنت انا قلتها في وسط الاثبات جدع. يعني الابساي دوت يا اولاد الابساي دوت يا ابني نجم والله. الابساي دوت هتطلع يا اولاد في على الاي ان. ده حل اهو حل. طب او حل اخر اللي هو العادي او حل اخر يا اولاد اهو حل اخر اللي هو ايه يا دكتور؟ انذر سوليوشن دكتور. مش الابساي دوت اللي حضرتك عايزها دي يعني دي ابساي باي دي تي؟ اه يا ابني صح. طب يضايق حضرتك لو كتبتها دي ابساي باي دي اس في دي اس باي دي تي؟
لا يا ابني هي هي والله صح. طب خلاص اوكي، ما هو دي اس باي دي تي يا دكتور هي الفي، ودي باي دي ابساي باي دي اس اللي هي واحد على رو. يعني الابساي دوت يا اولاد في الاخر هتطلع ايه؟ هتطلع في على رو. بس كده يا دكتور. ايوه ايوه، يعني من الاخر الابساي دوت، الابساي دوت يا اولاد يا اما بتساوي في على رو دي طريقه، او بتساوي اي ان على في. الاثنين صح. ولو انتوا دققتوا هتلاقوا الاثنين بيوصلوا لبعض، يعني دي توصل لدي ودي توصل لدي عادي. حتى هنا هنا الثانيه دي يا اولاد هي الاي ان دي مش في سكويرد على رو اهو، يعني دي لو انا اشتغلت عليها هتبقى في سكويرد على رو على في، مش كده؟ يعني هتطلع الفي هتروح مع السكوير، يعني هتطلع في الاخر فعلا في على رو. يعني لو انا طلبت منك ابساي دوت كمطلوب، مطلوب بدرجه ولا بدرجتين، خلاص يا دكتور يا اما تكتبه في على رو صح، يا اما تكتبه اي ان على في صح برضه. طب كل اللي انا حكيته ده يا ولاد في الاخر بيركز على حاجه اسمها الجوينت كاينماتكس. معلش يا دكتور قول المصطلح ده تاني. يعني توقعوا دايما يا اولاد ان انا ممكن ابتدي المساله بطريقه وصف حركه، لكن اطلب منك جوه المساله ان انت تجيب لي مطالب من طريقه تانية. ده وارد. يعني فعلا في مساله بدات بالتانجنت والنورمال، وفوجئنا بحضرتك في اخر المساله طلبت في اكس وفي واي واي اكس واي واي. المساله اللي حضرتك اديتها لنا في الاخر بدات بالار يعني اكس وواي، وجبت منها في واي. فالمساله تحس يا اولاد تبدو انها في الريكتانجولار ميثود، يعني الطريقه الاولى. فجأة لقينا حضرتك طالب منها ان انا اطلع ايه تانجنت وايه نورمال ورو وابساي دوت، وممكن اطلب حاجات تانية كمان مفيش مشكلة. تمام يا اولاد؟ بس معلش انا اسف طولت عليكم شوية، لكن كان مهم اقول لكم الحتة دي. اي سؤال؟ لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار في اي حاجة يتفضل. انا مش فاهم يا دكتور الاي تي ليه بتساوي ضرب كيس في التي. بص يا حبيبي، فاكر زمان في الاستاتكس زمان لما كنت باجي اقول لك ايه، انا عندي في فيكتور، في فيكتور اسمه ايه وفيكتور تاني اسمه بي، وكنت اجي اقول لك ايه الاي كبيره قوي 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 والبي صغيره، معناها ايه؟ كنت تقولوا لي كده دي يا دكتور عايزين نجيب الكومبوننت بتاعه الاي في اتجاه البي، ذا كومبوننت اوف اي ان دايركشن اوف بي. كنا بنقول ايه بقى؟ اضرب الاي كفيكتور دوت اليونت فيكتور في اتجاه البي. طب تعالى بنفس المنطق، بنفس المنطق والله، انا عندي التوتال اكسلريشن اهي وعايز اجيب مركبه الاكسلريشن في اتجاه التانجنت. خلاص اوكي، يبقى الاي تانجنت مركبه الاكسلريشن في اتجاه التانجنت هتساوي الاي دوت اليونت فيكتور في اتجاه التانجنت اللي هو تي كاب. طب وهي الاي اللي في اتجاه التانجنت يا اولاد الفيلوسيتي، يبقى هتطلع في الاخر الاي دوت التي كاب بقى ده يا اولاد هيبقى الفي فيكتور على الفي ماجنيتيود. تمام، شكرا يا دكتور. العفو يا حبيبي. ها اي سؤال يا اولاد تاني؟ اي سؤال؟ اوكي. معلش يا دكتور بس فضل. اللي هو بتاعت ال الابساي دوت دي انا بس كان النت عندي قطع.